تقول ايه بيه؟ لازم تجيب قيمه الفرد الدفاعي. يعني اتفضل استاذ احمد، عملتوا ايه النهارده؟ احنا لسه طالعين من المجلس العسكري، كنا بنقدم طلب واسامي بقيه السجناء السياسيين محكوم عليهم اللي هم بيلعبوا في نص المده والمحكوم عليهم بالاعدام. قدمنا بيهم برضو طلب بالعفو او اعاده المحاكمه. والراجل تسلم من الورق وقال انا هسلمه للمجلس وان شاء الله في خير. يعني مين حضرتك كان مين معاك؟ كان معانا الاستاذ احمد سيف الاسلام ومعانا الاستاذ يحيى خلف الله، هو المسؤول عن الملف ده اصلا، هو بيديره معانا يعني. بس يعني احنا في عز الحر دوت بنقول لحضرتك جزاك الله خيرا استاذ احمد سيف. النقطة عايز اوضحها بصراحة، مقابلة كانت عظيمة من المجلس العسكري وقابلوا اهتمامهم بالطلبات، وقالوا في خلال 5 دقايق اكون دلوقتي ايه على مكتب السيد المشير. احنا متشكرين وبنشكر الشرطة العسكرية. ماشي يا استاذ، ماشي يا استاذ احمد، شكرا. استاذ احمد اسماعيل، استاذ احمد سيف السام، النهارده كنت قدام المجلس العسكري قابلتكم، ايه الموضوع؟ والله الموضوع احنا عندنا ملف اصلا بنتابعه وبنديره، ملف الاخوه المساجين السياسيين، طلع منهم البعض فضل البعض اللي هم احنا دلوقتي بعد قرار المجلس العسكري اللي هو المحكوم عليه بنص المده وثلاث ارباع المده اللي قضاهم يمشي يخلى سبيله يعني يفرج عنه. احنا بنتابع الملف ده دلوقتي، كنا بنقدم طلب باسماء الباقيين المساجين الباقيين اللي هم قضوا نص المده، فقدمنا طلب المجلس العسكري، وعندنا بعض المساجين المحكوم عليهم بالاعدام برضو في ظل النظام السابق. طبعا كانت احكام كلها معروف ان هي كانت احكام ظالمه يعني، فقدمنا باساميهم طلب برضو للمجلس بحيث هو يعيد محاكمتهم، يا اما يفرج يخلي سبيلهم يعيد محاكمتهم، هم يعني يشوف لهم حل يعني، العفو عنهم يعني، العفو عنهم يعيد محاكمتهم. وبعض الاخوه اللي هم اصلا لسه مساجين يعني اتسجنوا في اخر النظام البائد ده، في النظام اللي فات اللي هم لسه المساجين الطازه يعني. بس فالحمد لله قدمنا الطلب وقالوا هيعرض على المجلس ان شاء الله وهيردوا عليه. بس موضوع نصف المده في وعد بان هم يخرجوا ان شاء الله قبل رمضان هو لا ما نقدرش نوعد قبل رمضان، ده رمضان بكره. هو احنا يعني هو قال هيتعرض النهارده، قال هيتعرض على المجلس العسكري وهو يرد علينا. بس يعني في هو اصلا الداخليه كله موافق، كله ما فيش حد دلوقتي حاجه الا المجلس العسكري، لان هو القائم باعمال رئيس الجمهوريه دلوقتي وهو اللي فيه يصدر العفو. يعني الملف ده هيكون عند المجلس النهارده؟ المجلس هيكون عند المجلس النهارده ان شاء الله. المسؤول في المجلس العسكري قال ربع ساعه هيكون في المجلس العسكري نفسه. الطلب دلوقتي هيطلع بيه مندوب عشان يحاولوا ان هم يسهلوا امور الافراج او القرار يعني في بدايه شهر رمضان كده باذن الله. ربنا كرمنا جميعا في يعني الطلب. انتوا اتاكدتوا اللي هو اخدوا بايده وسلموا بالمظبوط باليد كده؟ باليد كده. مفيش رقم ولا فيش دور يعني هيطلع المجلس؟ لا لا لا، انا قال لك عبال ما اديك الرقم يكون الرقم يكون الورق وصل. هو بصراحه وقال على ما توصلوا ده العباسيه هيكون الطلب وصل المندوب. ماشي، ربنا يسر الحال ان شاء الله. الله يخليك يا استاذنا، الله يخليك.